السبور الموسيقى الأخبار وزيزة فهم سن معك التصوير. معنا حاليا سي رضا بالحاج الناطق الرسمي السابق لحزب التحرير. سي رضا مرحبا بك. مرحبا. تعزينا الحارة بطبيعة في مصابنا الجلل وإن شاء الله ربي يرحمهم وإن الله وإن إليه راجعون. أكيد نحن أمام حدث معناه جلل حقيقة. العاصمة على وقع عمل إرهابي كبير رمزيته رمزية عالية. أنا في حيرة من أمري حقيقة لأني كنشوف بعض مواقع إعلامية كأنها تحدثت على إمكانية أن يقع مثل هذا ثم يقع ثم حيرة على كل حال. لكن قبل الحيرة لابد أن نبين أن هذا العمل لساعة إجرامي معناها مرعب وأنه الخطر فيه هو أنه يؤذن بالمزيد. يعني هو مفتوح على إمكانات أخرى. لذلك نحن نطلب دوما وهذا خطابنا المعلومة التي تطمئن والحقيقية وأن نذهب إلى أصل الإرهاب للقضاء عليه لا إلى مظاهره أو نتائجه أو الإرهاب سميه في الحجم الأصغر أو الأوسط. لأنه يعني إذا كان ثم شكون يلعب في لعبة كبيرة على تونس ونأكد وأنا كنت أكتب الآن في مقالب سنزلها في صفحتي يعني شكون يلعب في لعبة كبيرة على البلاد وإحنا غافلين على هاللعبة الكبيرة وكلمة البعد الدولي اللي قال الرئيس الآن مهمة لكن مش بالمفهوم الأمريكي لأنه إحنا أيضا علينا مخططات من جهات أخرى. كان في الظاهر إحنا باش نحط يدينا مع أمريكا أو غيرها باش نقاوموا الإرهاب لكن ثم أيضا إرهاب من نوع آخر على هذه الدول الصغرى وعلى هذه الثورات لإحباطها وعلى هذه الأمة اللي تحب تلم جراحها. يعني الموضوع كبير ومعقد وأنا أدعو فيه إلى نظرة استراتيجية وعميقة ويكفينا من السطحيات اللي قاعدة تأكل في الوقت وقاعدة تأكل أيضا في إرادتنا. أنا أدعو صراحة إلى الذهاب إلى عمق الموضوع ببعده المحلي وبعده الإقليمي والدولي لأن المسألة بالحق ولا فيها جانب لوجستي مرعب ما هيش متاع هوات من هنا هناك أو بعض معناها ردات الفعل المستعجلة يقوم بها هذا أو ذاك أو مجموعة. أصبح العمل يبدو أنه فيه مخطط وله توقيتات ومتواتر ما يدعو حقيقة إلى طرح استفهامات كبرى. أدعو الجميع إلى الفطنة والتنبه لأنه الدم إذا كان الخص راهو يكون كارثة على الجميع لأنه اليوم في هذا الصف غدا في ذاك الصف الأمة أمة واحدة البلاد بلاد واحدة ولا يمكن قبول مثل هذا العمل الأرعن الأعمى الإجرامي. طيب سي رضا الأكيد أنه مجموعة كبيرة من الخبراء الأمنيين تحدثوا في وقت سابق على أنه كل ما يصير تضييق خناق على هؤلاء الإرهابيين خاصة في سوريا سوف تكون الوجهة ليبيا وتونس أيضا ربما مرشحة أن يسيل فيها الكثير من الدم وأشارت منذ قليل أيضا إلى صفحة فيسبوكية أشارت إلى هذه العملية بالوقت والمكان. أشرت أيضا في حديثك إلى ضرورة جعل استراتيجية وهذا ما أكده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ قليل في كلمته المقتضبة اللي وجهها للشعب التونسي. تحدثت عن البعد عن السطحيات دعنا نذهب إلى عمق الأمور. شنو الاستراتيجية اللي تقترحها سيادتك من وراء حزب التحرير؟ والله أخبرني إحنا نتعاطوا باش نكونوا منا نسميه الأمور بأسمائها. ثم منا تنظيم داعش الآن اللي هو معناها شركة متعددة الجنسيات يشتغل بها على أكثر من صعيد مع هذا في جزء وضد هذا في جزء وهذه مسألة تقتضي الآن فيها دراسات كبيرة من فرنسيين وغيرهم اللي هما طرف. يعني لازمنا احنا أيضا نكونوا عندنا رؤية موش جسم يعني أوموجين متجانس وإنما في تداخلات متاع تمويل وغيرها وكبيرة فمازمش نبسطوا لسامبلي با توجور لسامبلي فيه. اليوم يراد أن ليبيا بالفعل يقع تحريكها في موضوع الإرهاب لأنه ثم مشروع نأكد فرنسي خاصة فرنسي لضرب ليبيا ومن قبل كانت ليبيا حبت تضرب ولكن ثم ضغط عليها تراجعت. ثم ناس يحبوا الآن يعملوا عمل دولي في ليبيا يحبوا يستدرجوا تونس لهذا المستنقع وهذا نأكد وننبه ونحب نتكلم حتى مع السياسيين الكبار اللي هم في مواقع حساسة وعنا ما نقولوا في هذا. لذلك نتنبه أن تونس يراد استدراجها بأنها تصبح معنية بالإرهاب ومن ثم يتم تدخل في حرب في أجواء ليبيا وهذا يخطر على تونس. تعرف المد اللي يمكن يجينا من غادي في شكل عمل إرهابية أو في شكل يعني دفق بشري كبير. يعني القضية وأيضا احنا ليبيا عربية مسلمة خويان ما نرضوش أنه نجيب قوات أخرى على ليبيا مهما كان اسمه ومهما كان مرة. إذا القضية نحب نبين معقدة راهو نأكد حاجنا بالسياسيين قلت خبراء سيادتك في البلاتو أنا ما قاعد شوف في خبراء أنا شوف في ناس والله يعاودوا في نفس اللبانة
منحب العمق، منحب العمق في المسألة والذهاب إلى البعد الإقليمي والزمانه والبعد الدولي. يعني سي رضا نستسمحك، يعني أنت تلوم على الخبراء أنهم يتكلموا بسطحية في البلاتوات التلفزة، يعني أنا أيضا ألوم على السياسيين الناس اللي عندها مركز القرار اللي ما زالت تتعامل بسطحية مع هذا الأعمال الإجرامية اللي عندنا تقريبا خمس سنوات نعيش، أقل تقريبا خمس سنوات نعيش على وقحة، وفي كل مرة تنديدنا وشجب و ولم يحرك أحد ساكن. يعني حتى مؤتمر من أجل الإرهاب نتحدث فيه، نحاول نجد حلول، نعمل استراتيجيات، هذا لم نجد. يعني كل مرة تراشق بالتهم، فلان أنت مسؤول، أنتم المسؤولون، أنتم المسؤولون، إلى أين؟ ربما مش وقته طبعا. إلى متى؟ شوف، هو الوقت مش لتصفيه الحسابات، ولكن ولكن قبل كل شيء دائما السلطه اللي تحمل المسؤوليه، الامام راعن ومسؤولياته، هو اللي باش يحفظ، هو اللي باش يتحاسب، هو اللي كذا، هذه سنه السياسه. ومعنى الحديث النبوي رائع جدا، الامام راعن وهو مسؤولياته، هذا السؤال. لكن السياسيين عم معاك فعلا يكون خطابهم واضح ويكون صريح وما يكونش متمترس، والا يستثمر في الارهاب. ثم استفدت من الارهاب، خلعت به الابواب، معنى كانت خارج الثوره خلعت الابواب ودخلت، ولا هي تقود في الثوره ونحكيوا في هذا، ولات هي معناها الثعلب اللي يعطي في النصايح وغيرها. ثم شكون استفاد من الارهاب؟ لكن على كل حال احنا مش بنحلوا تو هذا الباب اللي ربما تحلوا سيادتكم فيه، ربما معناها حوارات واسعه ويشرفني يكون طرف فيه. مرحبا. لكن نقول الان اللقطه، الظرف مستعجل والمؤامره كبيره على تونس، والتوقيت ناكد ما عادش يسمح، لانه ثم اراده دوليه ادخال تونس في اجواء ليبيا، هذا نقوله على حسابي. وفي وقت زاد سريع جدا بعد ضربه فرنسا، وهذا بكله اذا كان ما نقفوش فيه كل الجهات الامنيه القضائيه السياسيه يكونوا فاهمين اللعبه، رانا باش نكونوا يعني كلطرش في الزفه كما يقال لا قدر الله. ولكن نتصور في البلاد هذه رجال وفيها ناس واعيين وناس تدرك المخاطر هذه، وان شاء الله ما نقعوش في الحبوله هذه، ونحفظ دماءنا ونحفظ بلادنا ونحفظ هالمرحله العزيزه اللي هي مرحله حساسه. طيب سي رضا، اشرت الى استدراج تونس لحرب في ليبيا لاستباحه ربما الاجواء وغيره، عذايا على مستوى دولي، فما ناس تتحدث على مستوى قطري تونسي يقولون انه كل مره يعني تونس تلملم جراحه وتتجه نحو خطوه افضل الا ويضرب الارهاب. اليوم نتحدث على نقاشات حول المحكمه الدستوريه، وهذايا اكيد حاجه كنا ننتظر فيها في تونس، اول محكمه دستوريه في تاريخ البلاد، بالاضافه الى تحركات ايضا اجتماعيه تهدف الى تحسين وضعيه الطبقه الشغيره في القطاع الخاص. يعني يعني بين الاخذ والرد على المستوى السياسي تاتي هذه الضربه، واكيد لا ننسى هذا الشرخ اللي قاعد يصير في الحزب الحاكم. والله انا عندي معادله كنا نحب نذكرها الان، تفضل. لابد من ان ننظر فيها. تونس تعيش اجواء انقلابيه صرحوا بها القياديين في حركه نداء انفسهم، قالوا هناك مشروع انقلابي تام الاركان في اطراف وسموا بعضها، وقالوا بالاستناد للخارج، وهذا مرعب. معنى انقلاب على القصبه وانقلاب على قرطاج، هذا كلام يتعدى ان ابرسي. مع الكلام هذا نشوف البلاد تولي فيها الارهاب خصب ويتحرك. نقول نطرح سؤال، الا يكون الارهاب جزءا من المشروع الانقلابي المسنود من الخارج؟ كما صيف 2013 سعليلا رئيس رئيس الوزراء وقتها خرج لنا في ندوه قال الحمد لله انقذنا البلاد من مشروع انقلابي كامل، ونشكر معناها شكون كان السبب في ايقافه، ولكن لم يسمي من تورط فيه. وفي وقتها شفنا الجنود اللي ذبحوا لغير ذلك، اذا الارهاب الا يكون جزء من ذلك المشروع الانقلابي؟ اذا ثم تزامن ما بين ارادات الانقلابيه والصراع الدموي على السلطه والحاله الارهابيه، انا هذا يلفت انتباهي كثيرا. والارهاب بطبيعه الحال هو اذا كان يلقى شكون يساعده ولا يسهل له بالمعلومه ولا يسهل له بالظرفيه خاطر ناوي باش يستفيد منه باش يمد يده ومعناها يفعل ما يفعل، وهذا هي الخطر. اذا نحبوا يعطونا الحقيقه السياسيه في موضوع الارهاب والحقيقه الامنيه، كلاهما ينفع، ما ناخذوش الامور يعني في جانب فقط. وفعلا ثم معارك سياسيه نشوفهم بعدها، مثلا معركه تونس والبترول حركت البلاد برشا، جات عمليه سوسه دخلنا في حاله طوارئ، ثم تزامنات غريبه راه الراي العام قاعد يطرح فيها، راه ما عادش معناها بهمس ولا يطرح فيها، تشوفوا الصفحات علنا على ولا يقولوا فيها عنده اسئله ومن حقه باش يطرح اسئله وما يحبش من يستغنى الاستغباء. فنحن ندعو الى العمق ونحمل المسؤوليه كائنا من كان،
حتى ولو يكون متمترس بمال قذر ولا متمترس بمكانة سياسية ولا باستنادات خارجية ما دام وتورط في الإرهاب الأصل أن يذكر والأصل أن يطبق عليه القانون. طيب نعم. في النقطة هذه سيريدا لو تسمح يعني عشنا في وقت ما إثر عمليات إرهابية على بوليميك كبيرة صارت في موضوع المقايضة بين الحريات وقانون معناها الإلزامات اللي يفرضها قانون الإرهاب. الشيء هذا صار في فرنسا ولكن أغلبية قصوى مشات في يعني تطبيق قانون الطوارئ. وتعرف أنت في قانون الفرنسي يعني مجرد الشك في شخص ما أنه طورته في عملية إرهابية يحال فورا إلى الجهازات الأجهزة عفوا الأمنية دون الرجوع للقضاء. احنا في تونس بيتكم ما زلنا حديثي العهد بالديمقراطية هذه أثار تخوف كبير من الحقوقيين. اليوم هالتخوفات هذه هل هي مشروعة؟ مشروعة أكيد، لأنه النمط السياسي اللي ساد في البلاد معناها ليه عقود، هو نمط ديكتاتوري يطعم ويتلذذ في الديكتاتورية، وثم شكون يحب يريد استرجاعها، وهذا خطر خطر كبير ياسر. الثقافة السياسية السائدة معناها في عمومها ما زالت مولدش ثقافة متاع منها قيمية وثقافة يعني متاع حقوق وثقافة متاع واجبات، وهذا يخوف. لكن نرجع للحظة الديكتاتورية اللي غدرناها وبهذه العجل وتحت عنوان الإرهاب، ويعني وما أدرك مع عنوان الإرهاب، يخشى أنه تأخذ الثورة بتمامها والبلد بتمامه، والله أعلم لأي أجندات، وهذا مرفوض. لكن في نفس الوقت تطبيق معناها القانون على من يتورط في الإرهاب معناها التطبيق اللازم، معناها أنا عندي منظومة شرعية الإسلامية هي اللي تقينا من هذا مثلا الأصل في القاتل أن يقتل، هذا شرعي، هذا حكم شرعي. علاش معناها نتكلموا بالصياغة الأخرى التشريعية ونستنكف من الصيغة الإسلامية؟ القاتل يقتل، هذا حكم شرعي. يعني هذه أكيد سيريدا يعني نتحدث نحن على تونس اللي تعتمد القانون الوضعي، دونك هذاك علاش عندنا صياغ أخرى ربما. إذا كان هو ديجا عملوا استثناء الاستثناء في قانون الإرهاب، كل استثناءات قانون الإرهاب وكل استثناءات يسمحوا لأنفسهم بالاستثناء داخل الاستثناء، ثم لما يجي قدام منظومته التشريعية والقيمية الإسلامية اللي هي فيها الوافي والكافي ثم نستنكف منها، حقيقة أنا نقول معناها هذا ارتهان فوق الارتهان. هو بكري كان حاضر معنا سي محمد الحامدي سيريدا وأشار إلى أنه قانون الإرهاب في صيغته الحالية عاجز عن قانون عفوا الطوارئ في صيغته الحالية عاجز عن الإفاء ب يعني الإشكاليات وإيجاد حلول لما نعيشه من إرهاب، لأنه تاريخيا تجاوز الوقت. والله مثل الإرهاب إذا كان مش يشوفوها باش ناخذوا على الشبهة وعلى المظنة وما إلى ذلك، هذا باش يوسع دائرة الظلم، وتعرف الظلم إذا ولا رأس مال سياسي معناها يجيب نتائج معناها كارثية على البلاد والعباد، ولذلك يخشى من هذه الناحية. لكن في نفس الوقت لو يطبق القانون على وجهه فإنه يكون أكبر معناها رادع، أكبر رادع مع إعطاء الحقيقة في الإرهاب. أنا نصور إعطاء الحقيقة وما يلزم وما يترتب على الحقيقة هذا بشك فينا كثير من الغموض، يولي خاطر ثم الآن إرهاب بالإرهاب، موضوع الإرهاب الغامض واللي خوفنا أكثر من الإرهاب نفسه، ما عادش فاهم واحد وين ماشي الأمور. أن نصور القسم المهم قبل الناحية التشريعية هو القسم السياسي الصريح من السلطة خاصة ومن الجهات الأمنية والقضائية في موضوع الإرهاب، هذا نصوره أهم شيء. لو توضحت الصورة ويصبح عدوك واضح وتصبح المسالك واضحة، يعني الأمر مقدور عليه فيما أتصور. كل الشكر لك. إذن سيريدا بالحاج الناطق الرسمي السابق لحزب سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثم معك التصويره.